نعم كوثر، عدد من الإصابات وصلت بفعل عمليات إطلاق النار من قبل زوارق الاحتلال الحربية والطائرات التي تسمى بين هلالين طائرات الكواد كابتر التي تطلق النار باتجاه المواطنين الذين يتواجدوا قرب منطقة تسمى بتبة لنواري إلى الغرب من مخيم النصيرات. عدد من العائلات الفلسطينية تتواجد هناك وتأخذ من هذه المناطق مكانا لنصب الخيام وكذلك مبيتا لهذه العائلات الفلسطينية في ظل اشتداد عمليات القصف المدفعي المتواصل الذي تقوم به آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة. في ذات المنطقة تبت لنويري بالأمس طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال واستلام جثمان شهيد قد يعني تم انتشاله عبر طواقم الأمم المتحدة أثناء مرورها عبر حاجز نيت سليم ووصولها لمنطقة جسر وادي غزة، وقامت بالعثور على هذا الشهيد وقد تم انتشال هذا الشهيد ونقله هنا لمستشفى العودة. استمرار عمليات القصف المدفعي هنا في وسط قطاع غزة أدى ذلك لارتقاء عدد آخر من الشهداء والمصابين، وصلوا هنا لمستشفى الميدان التابع لمستشفى العودة. كان هناك قصف مدفعي على مخيم البريج استهدف محيط منطقة بلوك 12 أدى ذلك لارتقاء 2 من الشهداء وعدد من المصابين نقلوا باتجاه مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح، فيما أطلقت الطائرات التي تسمى بكواد كابتر النار صوب مجموعة من الأطفال والفتية الذين كانوا يلهون في منطقة تسمى بسوق مخيم المغازي، أدى ذلك لارتقاء شهيد طفل وصل مصاب بجراح خطير، ومن ثم أعلن عن استشهاده في مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح. أما النصيرات التي لم تهدأ منذ فترة طويلة، الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عمليات الاستهداف، طارة يقصفها بها المدفعية، طارة يقصفها بالطائرات الحربية وأيضا الطائرات المروحية، كما حدث فجر هذا اليوم عندما استهدفت هذه الطائرات منزلا يعود لعائلة أبو أمونة، أدى ذلك لارتقاء شهيد وكذلك عدد من المصابين نقلوا هنا لمستشفى يعني العودة. 5 من الشهداء خلال 24 ساعة الماضية وصلوا لمستشفيي العودة ومستشفى الشهداء الأقصى في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات الاستهداف للمواطنين وكذلك للتجمعات المدنية وسط قطاع غزة، تزامنا مع وصول عدد من النازحين بأعداد قليلة جدا عبر محور شارع الرشيد إلى الغرب من وسط قطاع غزة في ظل عمليات الإبادة وعمليات الاستهداف التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة غزة وشمالها. هذا أجبر عدد من الناس، وهذا ما لاحظناه بالأمس في منطقة غرب النصيرات، عن وصول عدد من المواطنين لمنطقة وسط قطاع غزة. هذا تطور الميداني على الأرض، وطائرات الحربية والاستطلاع في السماء لا تكاد تغادر سماء الوسط، أثرت على الجانب المعيشي لدى العائلات الفلسطينية وعلى تردي الأوضاع الصحية هنا في مستشفى العودة ومستشفى الشهداء الأقصى، حتى بات المواطنون هنا يصطفوا أمام نوافذ هذه الصيدليات من أجل الحصول على القليل من الأدوية والعلاجات في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات والمعونات الطبية لصالح المشافي العاملة هنا في وسط قطاع غزة. هذه المستشفى تسمى مستشفى العودة وهي تغطي احتياجات ما يقارب 500,000 إنسان بحاجة لرعاية طبية هنا في مخيم النصيرات ومخيم البريش، فيما تقدم أيضا مستشفى شهداء الأقصى الرعاية الطبية لما يقارب 1,000,000 إنسان مقيم ونازح داخل مراكز الإيواء وداخل أزقة وشوارع مدينة دير البلح. التطورات المعيشية هي صعبة جدا في ظل أيضا استمرار وكذلك تعنت الاحتلال على عدم إدخال المساعدات وكذلك المعونات لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي بات المواطن يعتاش عليها من خلال توفير الطبائخ وكذلك الطعام الذي يتم صناعته لهذه العائلات الفلسطينية داخل مراكز الإيواء ويوزع بالمجان من خلال هذه التكيات والجمعيات المنتشرة هنا في وسط قطاع غزة.